السلام عليكم، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة كتابات الإلكترونية ومقال للكاتب سعد الدغمان بعنوان العراق الطائفية والعرقية بديل لقوى الدولة. الأزمات المتتالية التي عاشها العراق منذ احتلاله حتى الساعة وربما هي آخذة بالاستمرار طالما هناك جهات تؤثر مصالحها على حساب مصالح الشعب والوطن، وقد بات ذلك جليا وبوضوح خلال العقدين الماضيين، حيث آثر فيه هؤلاء مصالح الأجنبي على حساب مصالح العراق وأهله. ويضيف الكاتب سعد الدغمان أن الأزمة الحقيقية التي يعيشها العراقيون تتمثل في التبعية للخارج، ولنسمي الأمور بمسمياتها، التبعية لإيران، ذلك أن الطبقة التي يطلقون عليها سياسية وتدير البلاد منذ 2003 حتى الساعة تتمثل بجماعات تابعة لإيران سيطرت على مقاليد الأمور بدعم مباشر من المحتل الأمريكي ومباركته، ثم امتلكت النفوذ والسطوة بتأثير المال والسلاح حتى باتت تسيطر على كل مفاصل الحياة في العراق. اليوم وباختصار نعيش في العراق تحت تأثيرات عديدة تتمثل في التدخلات الخارجية على مستوى القرار العراقي وصياغته وعدم حياديته أو إخلاصه للعراق، ما ينعكس بوضعه وتأثيراته على الأداء السياسي وجد، والذي يوصف بالضعف أصلاً والدلائل عدة، ما يفقد العراق حقه في أرضه ومياهه وثرواته ومصير أجياله. غياب القرار العراقي ومصادرته من قبل إيران في المحافل الدولية كما جرى في اجتماعات البرلمانات العربية والتي صوتت بالظل من التدخل الإيراني في العراق وغيره من الدول العربية، وامتنع العراق من التصويت بل رفض القرار جملة وتفصيلا، وهي سابقة تعد خطيرة في السياسة العراقية التي تمثلت بالقومية طيلة فترات الحكم في العراق. مصادرة القرار العراقي ودوره وتأثيره لا يعالج إلا وفق اتفاقيات دولية تحكم العلاقات بين الدول بالرجوع لميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وفرض ذلك ولو بالتلويح بالقوة سواء الاقتصادية أو العسكرية من قبل المجلس وأعضائه، وذلك لا يتأتى إلا عبر سياسة قوية ثابتة وطنية تقدم مصالح العراق على ما سواها، وهو ما لم يحدث في ظل سيطرة تلك الأحزاب على مقاليد الحكم والثروة في العراق. ونقرأ تقريرا من موقع ألترا عراق بعنوان هل ينقرض تمن العنبر من العراق بسبب الجفاف؟ يحتفظ معظم العراقيين بذاكرة حول أرز العنبر ورائحته التي تتميز بها مناطق الفرات الأوسط، لكن هذا المحصول الذي يعد من المصادر الغذائية المهمة على موائد العراقيين يكاد ينحسر إثر أزمة المياه التي تجتاح البلاد. وبحسب ألترا عراق فإن مدير زراعة محافظة الديوانية صفاء الجنابي تحدث عن إمكانية خسارة العراق لزراعة الشلب بنوعيه المعروفين أرز العنبر والياسمين، مؤكدا وجود خسائر كبيرة للمزارعين. زراعة الشلب بنوعيه العنبر والياسمين تجري بشكل أساسي بين محافظتي النجف والديوانية بمساحة 500,000 دونم، أما في محافظة ذي قار والمثنى فهي أقل بكثير. الموسم الماضي 2022 كانت حصة محافظة الديوانية من زراعة الشلب بمساحة 1,850 دونما، بينما كانت في السنوات السابقة تصل إلى 160,000 دونم. مساحات زراعة الشلب انخفضت بشكل كبير ليس في الديوانية فقط، بل محافظة النجف خسرت بتخفيض مساحتها من 250,000 دونم للعنبر إلى نحو 3,000 دونم الآن تحاول الحصول عليها.
وتقدر الخسائر التي سجلتها زراعة الشلف في محافظة الديوانية بمئة مليار دينار للموسم الماضي نتيجة تخفيض المساحة إلى 155 ألف دونم فقط. زراعة الشلف سوف تنتهي في هذه المحافظات، ويخسر العراق أحد مصادر الغذاء الرئيسية في الأسواق والتي يقبل عليها المواطنون بشكل كبير. وهناك أكثر من 600 ألف عائلة يعيشون على زراعة الشلب بنوعيه في محافظة الديوانية. إلى صحيفة الأيام الفلسطينية ومقال للكاتب طلال عوكل بعنوان الشعب الليبي يقدم نموذجاً. أحدث الكشف عن لقاء من المفترض أن يكون سريا بين وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين أحدث زلزالا على درجات متقدمة ليس في دولة الاحتلال وحدها. اللقاء جرى في إيطاليا بترتيب وزيرة خارجيتها الأسبوع المنصرم، وكان حصيلة جهود قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية والموساد الإسرائيلي وبالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة في ليبيا عبد الحميد دبيبة. الإدارة الأمريكية عبرت عن غضب شديد بسبب الكشف عن اللقاء، إذ أرسل جو بايدن رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل، ذلك أن الكشف عن اللقاء أضر بالجهود الأمريكية لتعزيز التطبيع بين إسرائيل وليبيا ودول عربية أخرى، وتسبب في زعزعة الاستقرار في ليبيا وبالمصالح الأمنية الأمريكية. الكشف عن اللقاء أحدث زلزالاً في ليبيا وستظهر تداعياته في المحيط العربي، فلقد آثر لدبيبة أن يعلق المسؤولية في رقبة وزيرة خارجيته المنقوش التي تم إيقافها عن العمل وتشكيل لجنة تحقيق ستكون شكلية وغير جادة، والأرجح أن يتم التهرب منها حتى لا تصل المسؤولية في التحقيق لرئيس الحكومة. ما كان كل ذلك ليقع وعلى هذا النحو المزلزل ليبياً وإسرائيلياً وأمريكياً لولا أن الشعب الليبي فاجأ الجميع بخروجه إلى الشوارع فور نشر الأخبار مطالباً بوقف جريمة التطبيع واستقالة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. لقد وقعت عمليات تطبيع مع أربع دول عربية خلال السنوات الأخيرة، لكن الاحتجاجات كانت محدودة ولم تمنع أي دولة من التراجع. ما فعله الشعب الليبي بالتأكيد يعبر عن حالة وموقف الجماهير العربية، لكنه وهو الأهم يشق طريقاً ويقدم نموذجاً لكيفية مواجهة وإفشال التطبيع وحافزاً لشعوب عربية أخرى لأن تسلك الطريق ذاته. إلى موقع عربي 21 ومقال للكاتب علي باكير بعنوان هل ستنشئ تركيا قاعدة عسكرية في الكويت؟ خلال كلمة لها في احتفال السفارة التركية بمناسبة الذكرى 101 لعيد النصر التركي، أشادت سفيرة تركيا في الكويت طوبى سونماز بمستوى التعاون العسكري والأمني بين تركيا والكويت. وفي معرض حديثها أشارت السفيرة التركية إلى أن أنقرة مستعدة لإقامة قاعدة عسكرية في الكويت إذا ما طلبت الأخيرة ذلك، كما هو الحال بالنسبة إلى الدول الأخرى إذا ما تقدمت بطلب مماثل. في بداية العام 2023 انضمت الكويت إلى مجموعة الدول التي وقعت عقوداً لامتلاك مسيرات تركية هجومية من طراز بيرقدار تي بي 2 الأسطورية التي لعبت دوراً حاسماً في عدد من الحروب والمعارك في القوقاز وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي. هناك عدة عوامل تلعب دوراً لا يمكن إنكار وجود عامل التهديد الإيراني، والذي وإن كان قد انخفض مؤخراً بسبب بعض التفاهمات الإقليمية إلا أنه انخفاض تكتيكي على الأرجح ولا يلغي خطر السياسات الإيرانية سواء تلك الصادرة من طهران مباشرة أو من خلال وكلائها في العراق أو غيرها من الدول. الكويت والكويتيون كانوا قد خبروا مرات عديدة خلال العقود الماضية مخاطر التهديدات الإرهابية التي تأتيهم مباشرة من إيران أو من وكلائها، انتهاء الأزمة الخليجية
والتطوير الكبير في العلاقات التركية السعودية والتركية الإماراتية قد يمثل فرصة ثمينة للسلطات الكويتية للمضي قدما سواء في تعزيز العلاقات الدفاعية مع تركيا أو في الطلب من أنقرة إنشاء قاعدة عسكرية فيها على اعتبار أنها لن تواجه فيتو محتملا من أي من الدول. وإلى تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية جاء بعنوان روسيا تلوح باقتراب نهاية العالم ودعوات لتبني نزع السلاح النووي. احتفلت الأمم المتحدة باليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية الذي يوافق 29 من آب أغسطس من كل عام، بالتحذير من وضع ينذر بإبادة محققة في ظل تنامي انعدام الثقة والانقسام في العالم. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالته بهذه المناسبة إن العالم ينادي بصوت واحد لإنهاء هذا الإرث المدمر، وأضاف أن هذا يأتي في وقت يشهد فيه العالم تخزين ما يقرب من 13 ألفا بطبيعة الحال من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم، بينما تعمل البلدان على تحسين دقة هذه الأسلحة وزيادة مداها وقوتها التدميرية، مضيفا أن هذا وضع ينذر بإبادة محققة. علق الرئيس الروسي السابق ورئيس مجلس الأمن القومي الحالي ديمتري ميدفيديف على تصريحات للمستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيل بولودياك، أشار فيها إلى أن شركاء بلاده في الغرب موافقون الآن على إمكانية قيام أوكرانيا بتدمير كل ما هو روسي في الأراضي المحتلة ومن بينها القرم على سبيل المثال. وقال ميدفيديف إن هذه التصريحات تعد دليلاً مباشراً قانونياً على تورط الغرب في الحرب على روسيا، وأضاف أن التوقعات بشأن نهاية العالم تقترب، مشيراً إلى تهديد الكرملين باستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا وحلفائها الغربيين، يتعين استئناف مفاوضات الحد من التسلح واستمرار خفض الترسانات النووية. وينبغي على الولايات المتحدة وروسيا بوجه خاص التفاوض بشأن إطار جديد للحد من التسلح ليحل محل اتفاقية نيو ستارت، وهي الاتفاقية الوحيدة الرئيسة الباقية بينهما للحد من الأسلحة النووية، والمقرر أن تنتهي في عام 2026 ما لم يتم تجديدها، وفي ظل تزايد التوترات الدولية وتعاظم الترسانات النووية ليس هناك بديل عن ذلك من أجل تجنب وقوع الكارثة. والآن نترككم مع فقرة الكاريكاتير. الوطن هو أمي وأبي. الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر إنه أنت غير، يعني ما تحتاج شيء، إنه أنت هذا بلدك يعني وأهلك. أكيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد، ولادته، طفولته، ناسه وأهله. الوطن هو أغلى شيء في حياة الإنسان، هو الماء الذي نشربه. وينكم التصوير؟
خدمة للقرآن الكريم، ثباني أردني يقضي 50 عاماً من عمره بجمع المصاحف التالفة وصيانتها. بسيارته القديمة المتهالكة يعمل السبعيني محمد سالم العياصرة 71 عاماً على جمع المصاحف القديمة والممزقة ليقوم بتنظيفها وصيانتها وترتيبها، ثم بإعادة استخدامها عبر توزيعها على المساجد ومراكز تحفيظ القرآن أو تصديرها لدول إفريقية. نحو 50 عاماً قضاها العياصرة على ذات المنوال يجوب محافظات ومدن المملكة بحثاً عن المصاحف الممزقة، يحملها بين يديه ويعيد إكرامها، ويساعده في ذلك أبناؤه وعمال يستعين بهم في جولاته بمدن الأردن بعدما تقدم به العمر. ودافعه في ذلك حب كتاب الله تعالى وحرصه عليه وصيانة تلك المصاحف وتقديمها لمحتاجيها. وينفق شهريا على عمله التطوعي أكثر من 300 دينار، 420 دولارا تقريبا، من جيبه الخاص وتبرعات المحسنين. ولا يقف عمله على جمع المصاحف فقط، بل يجمع الكتب المدرسية والثقافية والعلمية المختلفة ويحملها إلى مكتبته في مدينة ساكب التابعة لمحافظة جرش شمال الأردن، ثم يرتبها على رفوف خاصة بانتظار من يحتاجها. وإلى تقرير نشرته وكالة الأناضول بعنوان الدببة القطبية مهددة بالانقراض بسبب ذوبان الجليد. يعد القطب الشمالي المنطقة الأكثر تأثرا بظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ العالمي، حيث يشهد كوكب الأرض ارتفاعا متسارعا في درجات الحرارة بسبب أنشطة التعدين والتنقيب عن النفط والغاز. وأظهرت دراسة نشرت نتائجها الخميس في مجلة ساينس إمكان حساب العلاقة المباشرة بين كمية معينة من انبعاثات غازات الدفيئة وعدد الأيام الخالية من الجليد في مناطق عيش الدببة، وهو ما يؤثر بدوره على نسبة هذه الحيوانات التي تصل إلى مرحلة البلوغ. ولطالما كانت الدببة القطبية رمزا للضرر الناجم عن تغير المناخ الذي يتسبب بذوبان الجليد البحري الذي يعتمد عليه بقاؤها. ومن المتوقع أن تدرج الدببة القطبية المدرجة بصفة حيوانات ضعيفة على القائمة الحمراء للحيوانات المنقرضة من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الحياة الطبيعية. والآن نترككم مع فيديو اليوم. هون موجودين بمالمو بالسويد لحتى نوصل رسالة لأهلنا بالسويدة أنه نحن معكم قلباً وقالباً. الهدف العام هو هاي ثورة لكل السوريين وتأييدا لحراك الجنوب اللي قام في سواء السويداء أو درعا، وحتى نوجه رسالة عامة للعالم كله أنه ما بيمشي الحال السوريين إلا بإسقاط النظام، بإسقاط هذا النظام اللي قاعد على صدورنا صار له 40 سنين. من بين الأصوات المنددة بهذا النظام
أصوات الدروز، هذه الأقلية ذات الروح الصلبة، دعواتهم الملحة لرحيل بشار الأسد تضيف عمقا وقوة للمطالبة العامة بالتغيير. السويداء سورية قبل أن تكون جرجية، واللاذقية سورية قبل أن تكون علوية أو سنية أو ما شاكل ذلك من التقسيمات الطائفية التي أرادها النظام لنا لنتقاتل ويبقى هو. نحن هنا لمناصرات السويداء الحرة الأبية التي إذا عدنا إلى تاريخها وجدناه تاريخاً تحررياً نضالياً وحدوياً مصراً على البقاء جزءاً لا يتجزأ من سوريا. سوريا بدها وبدنا تشيلوا لبشر وبهمتنا القوية. سوريا بدها سوريا بدها يا من عيش فوق الأرض الكرامة، يا من موت تحت الأرض الكرامة. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من صدى الأقلام، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.